عمال النظافة فئة العمال الأكثر خدمة والأكثر تعرضاً للظلم في نفس الوقت. خلال سنوات الحرب الخمس تضررت كافة مؤسسات الدولة، ومع مرور الوقت تحسنت بعضها جزئياً، لكن صناديق النظافة والتحسين في المدن لم تكن ضمن هذه القطاعات، إذ انتشرت القمامة في شوارع المدن بشكل ملحوظ نتيجة إضراب عمال النظافة من حين إلى آخر، احتجاجاً على عدم استلامهم لمستحقاتهم والإهمال المتعمد بحقهم رغم انخفاض رواتبهم مقارنة ببقية القطاعات. عن هذا الموضوع سيكون المحور الأول من برنامج المنصة لهذا الأسبوع. لماذا لا تعمل السلطات المحلية على تحسين أوضاع عمال النظافة رغم الإضرابات والوقفات الاحتجاجية المتكررة التي يقومون بها، ورغم انتشار الأوبئة بسبب تراكم القمامة في شوارع المدن؟ أما المحور الثاني فسنناقش مشكلة الاتصالات والإنترنت في اليمن. هذه المشكلة الأزلية التي تعود لعدة أسباب، منها عدم وجود المنافسة الحقيقية بين شركات الاتصالات وعدم منح التراخيص الكافية من أجل تطوير تقنية الاتصالات وتزويدها بالأنظمة الجديدة كال4G وال5G والتي لم يتم إدخالها إلى اليمن حتى الآن. لماذا لم تعمل الحكومة الشرعية طوال فترة الحرب على إيجاد بديل للمواطنين بعد أن سيطرت ميليشيا الحوثي على كافة شركات الاتصالات وعملت على استغلال الناس من خلالها، إذ رفعت التكلفة وخفضت بالمقابل من مستوى الخدمة؟ قبل استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نذكركم أنه بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال عبر أحد الأرقام الموضحة أسفل الشاشة. إذن مشاهدينا نبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة، ومعنا كامل حسان المدير المالي لصندوق النظافة من تعز. مرحبا بك سيد كامل، مساء الخير. أهلا بك سيد كامل. كثيرا ما يقوم عمال النظافة بعمل إضراب نتيجة توقف مستحقاتهم المالية وتنتشر القمامة في المدن، لماذا لا يتم حل مشكلة عمال النظافة ومنع تكرار هذه المشكلة؟ في البداية أولا مرتبات عمال وموظفي صندوق النظافة والتحسين متوقفة مرتباتهم من وزارة المالية في عدم، لأنه سبق أن طالبنا بأكثر من مرة ولكن قوبل هذا الطلب بالتعنت، وكان آخر صرف منذ 6 أشهر للموظفين المتعاقدين. أما الموظفين الرسميين اللي هم عددهم 1313 موظف فإن آخر صرف هو كان بشهر يوليو. نعم أستاذ كامل، إذا هذا بالنسبة للمرتبات. بالنسبة للمرتبات نعم عفوا نحن في محافظة سعيد نصرف أجور أسبوعية تصل إلى حوالي 3,200,000 ريال أسبوعيا لعمال النظافة. ما حصل أخيرا كان هناك اتفاق في ديار برعاية الأستاذ الوكيل عارف جامل مع مدرام ديريات لأن نمثل معهم حملة مشتركة، فما الأخوة في مديريات القاهرة ومديرية صالة نفذوا وفوا بالتزاماتهم، أما الأخوة في مديريات المظفر لم يفوا بالتزاماتهم بموجب ما تم من اتفاق في ديوان المحافظة، وأدى إلى إغراب العمال وظهرت القمامة وتحدثت بهذا الشكل الذي ترونه على الشاشة. نعم أستاذ كامل، أما ما يخص إغرابهم أستاذ كامل المشكلة ليست جديدة، والإضراب ليس الإضراب الذي قاموا به خلال هذه الأيام، هو الإضراب الأول. المشكلة متكررة منذ سنوات، لماذا لا يتم حل مشكلة عمال النظافة بشكل جذري؟ لماذا لا تنتظم رواتب هؤلاء؟ رواتبهم جدا ضئيلة، لا أعتقد أنها لا يوجد لدى الحكومة ميزانية لتنتظم رواتب عمال النظافة. الحكومة لديها من الميزانية ما يكفي لصرف مرتبات العمال، مرتبات العمال الموظفين النظافة، لكن كما قلت سابقا
ان الاخوه في وزاره الماليه في عدن رفضوا صرف مرتبات الموظفين بحجه ان المتعاقدين هذول يتم تغطيه مرتباتهم من ايرادات الصندوق في المحافظه، مع علمهم التام بان المحافظه ما زالت تحت الحصار والحرب، وجميع الايرادات التي كان يعتمد عليها صندوق النظافه سابقا اصبحت معدومه. مثال على هذه الايرادات، ايرادات مثلا عزمت البارح، الايرادات مؤسسه المياه، ايرادات مؤسسه الكهرباء وغيرها من هذه الايرادات. نعم. احنا طالبنا اكثر من مره لقوا في وزاره الماليه بصرف هذه المرتبات، ولكن وكان هناك تعنت من الاخ نائب وزير الماليه ورفض صرف هذه المرتبات الى حد هذه اللحظه. المشكلة نعم ليست في اللحظة، وإنما من فترة سابقة، وتحصل إضرابات متكررة، تارة بحجة عدم انتظام صرف المرتبات، وتارة أخرى بحجة عدم صرف مرتباتهم الأسبوعية بانتظام أيضا داخل مدينة تعز. نحن نعاني من شحة في الإمكانيات. إيرادات صندوق النظافة والتحسين لا يوجد لدينا سوى منفذ في التربة ومنفذ آخر في المسرة كرسوم تحسين عن المواد الداخلة إلى المدينة. اما باقي ايرادات الصندوق داخل المدينه فانها تنهب اما من قبل رجال الدوله واما من قبل نافذين بقوه السلاح. مدراء المديريات يستحوذون على رسوم صندوق النظافه والتحسين داخل هذه المديريات في المدينه. بينما الاسواق هذه فانها يتنفذ عليها ناس بقوه السلاح، والمدينه ممثله بالمحافظ ووكلائه لم يقوموا باي حل جذري لمعالجه هذه المشكله، كما انهم لم يقدموا الدعم اللازم لصندوق النظافه حتى يقوم بواجباته بالشكل المطلوب. نعم، وانتم في صندوق النظافه سيد كامل، اذا كل هذه العراقيل التي ذكرتها الان، ما الذي انتم بصدد فعله؟ ما الذي يوجد بيدكم من خيارات؟ هل تستطيعون مثلا رفع الموضوع الى الحكومه الشرعيه؟ كيف ستتصرفون حيال ذلك؟ في حقيقة الأمر أن الحكومة الشرعية ومسؤوليها لا يعيرون أي أهمية لمشكلة النظافة في مدينة تعز. سبق أن طالبناهم بموازنة تشغيلية، سبق أن طالبناهم لدرجة أن هناك دعم 100 مليون ريال من عام 2017 إلى حد الآن لم يتسلمه صندوق النظافة والتحسين. الآن صندوق النظافة والتحسين من عام 2015 بدون موازنة تشغيلية. سبق ان رفعنا مذكرات ومخاطبات ومناشدات الى الحكومه والى السلطه المحليه والى جميع جهات الاختصاص، ولكن لم نلقى اي تداوب في هذا الجانب. ما ذكرت لك ليس كل العراقيل، هناك الكثير من العراقيل التي تعترض على صندوق النظافه والتحسين. لذلك الاليات والمعدات التي نعمل بها، حاليا لا نعمل بسوى 10% من الاليات والمعدات التي كانت موجوده فيما قبل عام 2014. العراقيل كثيرة، ونحن نتمنى من الدولة ومن السلطة المحلية أن تولي اهتمام بالغ بشؤون النظافة كونها مرتبطة بصحة المواطن، وأيضا تمنع باعتبار أن النظافة هي خط الدفاع الأول عن المواطن وصحة المواطن وعدم انتشار الأوبئة نتيجة لتراكم وتكدس القمامة في الأحياء والشوارع. أيضا نتمنى من الإخوة في السلطة المحلية أن يضربون بيد حديد على المتنفذين على ايرادات صندوق النظافه بقوه السلاح وبقوه النفوذ، كما اننا نود من السلطه المحليه الزام مدراء المديريات بتوريد رسوم النظافه الى حسابنا في صندوق النظافه بالبنك المركزي وعدم الاستحواذ عليه وصرفه بناء على اهوائهم، وان هذا ما يقومون به مخالف للقانون، وايضا انه حتى وان كان القانون هذا لا يعيره اي اهتمام، على الاقل من الجانب الانساني وباعتبار ان ابناء هذه المدينه هم مسؤوليتهم وصحتهم ايضا تندرج في اطار اختصاصات ومهام رجال الدوله سواء كانوا في المحافظه او كانوا في المديريات. ما يحصل هو شيء يمدى له القليل، وصندوق النظافه يقف عاجز امام هذه العراقيل، ونتمنى من الجميع ان يتعاون معنا سواء كانوا في السلطه المحليه في قياده المحافظه او في المديريات، وان نقول لهم الى هنا وكفى، فالمواطن صحته اولى من جميع هذه الترهات والخزعبلات التي دخلنا في نزاع شديد معهم ايضا برفقه الاخوه في الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه.
التي أدت إلى ضياع إيرادات صندوق النظافة في المديريات. نعم، شكرا جزيلا لك سيد كامل حسان المدير المالي لصندوق النظافة في تعز. ومن المخجل جدا أن يتم الاستقواء على أرزاق هؤلاء الفئة البسيطة. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا عبدو النيش وهو مشرف نظافة تعز. مرحبا بك عبدو، مساء الخير. حدثني عن مشاكلكم. أهلا بك، منذ متى متوقفة رواتبكم؟ اولا نرحب بقناه بلقيس على فكره، القناه التي تتواجد مع النظافه بشكل دائم في معهم بكل سراء وضراء. مبدئيا نحن لما نتكلم على عمال النظافه، عمال النظافه يمثل عليهم تمييز عنصري ممارس ممنهج من قبل الدوله الشرعيه، من السلطه المحليه، من صندوق النظافه والتحسين، من ادارته، من كل هذه الاشياء يمارس ضد هذول العمال. يعني احنا لما نقول على عمال النظافه، عمال النظافه الجهه الوحيده التي لم توقف من عام 2015 منذ اندلاع الحرب واول شراره للحرب، لم يتوقف عمال النظافه ولم يتهاون ولم يتوانى يوما واحدا من عمل النظافه، لانه يرى تعز او الشرعيه خط احمر لا يجب التنصل منه. مسؤوليتنا ك أبناء تعز وأبناء الشرعية وأبناء لهذه النخبة كبيرة جدا، بينما نعامل بالعكس، نعامل بالعكس. الآن ما يدور في عمال النظافة هو يعني نحن لما نقول يصرف إيرادات لمكتب كهرباء تعز، أين الكهرباء وأين الإدارة وأين وأين وأين؟ وعندما نقول للمكاتب التنفيذيه الموجوده والمشلوله تماما لماذا تصرف رواتبهم وكيف تجي رواتبهم، بينما نحن قطاع هام وقطاع مهم وحيوي، نحن صحيح. لا ينقصنا شيئا عن من هو في الصفوف الاولى في جبهات او في المتارس او في كل المحافل. نحن الان اذا اليوم الواحد انتم ترون جبال من القمامه باضراب نص جزئي، نحن الان لم نعمل اضراب شامل، للعلم نحن لم نضرب اضراب شامل، والدليل على ذلك انه القطاع النظافه يمشي، ولكن نحن الان في صدد عمل جزئي لاضراب قد يتبعه اضراب شامل وسوف يشد حركه النظافه كاملا. يعني الان المحافظه في مصر، وزير الماليه في مصر، ما هذا الشيء الذي سوف يمنعه من اللقاء بوزير الماليه وهو قادر بالوصول اليه؟ يعني الموضوع يتعلق بقرار سلطوي على مستوى المحافظه. انا لا اعول على وزاره الماليه لانه لا يوجد متابعه جديه من قبل اداره السلطه المحليه في محافظه تعز، ممثله بالمحافظ، ممثله بنائب المحافظ، ممثله بمدير عام الصندوق، ممثله، هؤلاء كلهم متآمرون على عامل النظافه. نعم، انتم الان في الوقفات الاحتجاجيه هذه التي قمتم بها خلال هذه الايام، هل هنالك اي تجاوب من اي جهه؟ وما هي خطوات التصعيد التاليه التي ستقومون بها في حال عدم الاستماع لمطالبكم؟ للاسف 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 ما يدار الان عباره عن ابر مهدئه لعمال النظافه. يعني احيانا الان لما نحن نعمل الاحتجاجيه يقوموا بصرف مستحقات زهيده لبعض العمال، وليس عمال النظافه وانما عمال بالاجر اليومي خارجين غير مش رسميين. وانا اؤكد لكم العاملين في الميدان غير الاغلبيه غير رسميين ولا يتبعون صندوق النظافه والتحسين، انما يعني على اساس يغطون العبء وعلى اساس انهم يقتلون عامل النظافه يجوبوا البديل مباشره. يعني نحن لو نقول يعني نحن بالاخير اذا صرف الراتب بأسوة بالمحافظات المحرره 60,000 ريال كما هو في عدن ولحد و الى اخره، سوف نخرج للشارع، سوف نخرج للعمل بالدوام. ولماذا برايك لماذا برايك يتم كل هذا؟ يعني على حد علمي بقيت القطاعات في تعز مثل قطاع التعليم هنالك الى حد ما انتظام في الرواتب. عسى الله، كم هو راتبكم يا عبده؟
ايوه نحن الان لما اذا ما نتكلم على فكره من الاحراج ان انا اقول كم راتبي على 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 قناه وبشكل مباشر راتبي الاحراج الاحراج ليس عليك عبد الاحراج على المسؤولين وعلى من حدد هذه الرواتب ايوه رواتبنا لا يزيد عن 27,000 ازيدكم من المعلومات انه في السقطة علينا كانت حق التامين الصحي ولم تورد منذ اكثر من 10 سنوات اين ذهبت هذه المبالغ؟ وعندما يتكلمون ان لا توجد موارد بالعكس يعني مديريه المظفر تمتلك موارد ما يغطي راتب العامل بس لا توجد الامانه، لا توجد الشفافيه، لا توجد الرقابه، لا توجد اليه حقيقه للايرادات. عندما توجد الرقابة الحقيقية والأمانة والمصداقية من قبل إدارة وإدارة محنكة وقوية وإدارة السلطة محلية محنكة وقوية تنفذ يعني قوتها وتبسط قوتها على الأرض سوف يكون هناك في عائدات وسوف يصير يعني نحن نقول الآن الأموال اللي تهدر الآن يعني نحن في مثل يقول لك لا تعطيني باليوم سيدة بس علمني كيف أصطاد. نعم. الآن أنت تديني 1000 ريال اليوم وانا اذا تاخرت الالف اعمل اضراب وتكون ملاكمه وبالاخير تكون ماساه في القمامه ومشكله. نعم. طيب عبدو من متى متوقفه رواتبكم وكيف تتدبرون اموركم اليوميه والمعيشيه ورواتبكم متوقفه؟ طبعا احنا في معانا عمال تم الالتواء والتلاعب بالوظائف حقهم بمسميات سموها انما ما هي الا اسماء سميتموها هذه طبقوها على عامل النظافه يعني عمال يشتغلوا لهم كانوا لهم الان من اكثر من 25 عام يشتغلوا اطلعوهم في كشف يسمى كشف كبار السن هذول اللي تقاضوا الراتب اكثر من 7 سنوات وفي الماضي في السنوات السابقه 4 سنوات لم يتقاضوا رواتب بينما نحن الرسميين لنا 6 اشهر يعني نعتبر الان 6 اشهر بدون رواتب نتدبر امورنا يعني في يقول الله يدي البرد على قدر الدفاع وخاصه مع عامل النظافه يعني نحن لو تشوفوا الان المناظر على فكره انتم تبثوا الان مناظر من حق النظافه لعمل مع منظمات دوليه لابسين مرتدين زي مرتدين كذا بس بالحقيقه لو ما تنظروا لعند عامل لا يمتلك حتى مقومات السلامه الجزمه ولا الجوانتي والبدله والى اخره الى جانب يعني الكثير منا يعاني من امراض بسبب الوباء والمشاكل بسبب وغز الابر والى اخره ما نقدرش نتعامل في مستشفى يعني انا بالامس القريب بنتي قالت انا عمليه زائده كانت بتطبخ ما قدرتش اعمل لها عمليه وبكم تكلفه عمليه الزائده يعني مستشفى عام فما بالكم غير يعني انا هذا انا مشرف يعني فما بالكم العالم التعبان والبرحان وفي هذه الفئه المتقدمه وفئه الاشد فقرا المهمشين اذا قال نحن ممكن يتدبر الامر هنا وهناك لكن العامل اين يذهب؟ ليس لديه مفر غير القمامه ولذلك نعم. هم بسبب هذا الموضوع يتلاعبون في الجانب رسالة توجهها للجهات المعنية والجهات التي تحملها مسؤولية هذه المشكلة وباختصار بالحقيقة أنا أو على 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 رأس الجهة اللي أحملها المشكلة هي محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل الشمسان ونائبه نعم. عبد القوي المخلافي بصفتهم نعم. الموجودين الان وبصفته الاخ الوكيل الدكتور عبد القوي المخلافي وكيل اول ولو الكلمه يعني اعتقد انه هو مكلف من المحافظ باداره شؤون المحافظه فهذا جانب، الجانب الثاني الى رئاسه الوزراء يعني الان نحن المشكله حقنا لنا من 5 سنوات نعانيها وليست من الامس فلذلك نحن عملنا اضراب تلو الاخر ولا دون نتيجه مشاكلنا وصلت عبر قنوات كثيره ومن ضمنها قناتكم الموقره، يعني لذلك الموضوع موضوع تمييز عنصري ممنهج فداء للاسف ضد فئات المهمشين وهذه حقيقه اعتقد لا خلاف عليها لانه نحن الان نحن نتكلم 60,000 مدرس في تعز وموجودين منهم حوالي 20,000
شيء مؤسف ومخجل جدا عبده النيش مشرف نظافة تعز. أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة، وكنت نعم من أوصل صوت عمال النظافة في محافظة تعز. شكرا جزيلا لك. معنا الآن محمد القاضي، أحمد القاضي معنا، أحمد القاضي من مصر. مرحبا بك أحمد. أهلا وسهلا. اهلا بك. لعلك استمعت لكلام عبده النبش الذي تحدث باسم كل عمال النظافه في تعز، تحدث بمراره بالغه وتحدث عن عنصريه تمارس ضدهم في تعز. برايك لماذا يتم تجاهل مشكله عمال النظافه رغم ان المشكله لا تحتمل كل هذا التعقيد؟ يا استاذتي الكريم، هي ليست فقط مشكلة عنصرية ضد عمال النظافة، هي عنصرية ضد محافظة تعز بأكمل، سواء في التعليم، في الجيش، سواء في المرتبات، سواء الطلاب المبتعثين. هي لا أدري الحكومة هذا الذي تشكل الآن، أو الحكومة الدكتور معين عبد الملك، هل تعي ماذا يحصل في تعز؟ الذي يحصل في تعز شيء مخجل. يعني عامل النظافه الذي هو راتب جهيد بالكاد يكفيه واسرته، ويعني شيء بسيط يقتات منه يقطع. لماذا تعز؟ لماذا فينا هذه الفئه المحرومه المطحونه في المجتمع التي تسمى فئه المهمشين؟ يا استاذتي الكريمه، لو توقف عامل النظافه يوم واحد لم تلأت تعز بالامراض والاوبئه. الذي يحصل في تعز مبادرات مجتمعيه من الشباب مثل الاستاذ سمير اسماعيل وغيره ومنظمات ترعاهم، اما الحكومه والمحافظه للاسف الشديد هم في واد اخر، جالسين يعني يجمعوا الفلوس والاسواق ومن هنا ومن هنا والايرادات، يبنوا الفلال والقصور ويشتروا شقق في القاهره وتركيا وغيرها. صحيح. يا استاذتي الكريمه، الاخ الرجل تكلم بحرقه والله العظيم انه اوغزني بشكل غير عادي. يعني انا الان يعني عندما سمعت كلامهم يعني زعلان عليه بشكل غير عادي. من باب اولى اذا كان للحكومه او للمحافظ وغيره ضمير، الاصل انهم ايش؟ يسلموا لهم مرتباتهم الزهيده التي والله لا تتجاوز 50 دولار. عامل النظافه هو المقدس ولا يوجد مقدس غيره، من رئاسه الجمهوريه الى اصغر مدير ليسوا مقدسين، لان عامل النظافه هو السبب الذي ايش؟ يجعل الشارع نظيف، هو السبب انك تذهب الى التعليم وانت مرتاح، تذهب الى بيتك، تذهب الى المستشفى، تذهب الى عملك. لولا وجود عامل النظافه لمتنا زمان يا استاذتي الكريمه. الذي يحصل ضد محافظة تعز في كل القطاعات العنصرية ممنهجة، وبالذات قطاع النظافة. يا أستاذ الكريم، الشيء الثاني الذي أحب أن أوصله، هناك مضاحكات حزبية داخل تعز نفسها. عندما كان الأستاذ حسين المقبري ماسك صندوق النظافة، كان يعني يتم أخذ موارد وأخذ إيرادات وأخذ أشياء باسم النظافة ولا تطبق. وعندما ذهب الأستاذ سمير إسماعيل لتنظيف السائلة في تعز، ذهبوا لالتقاط الصور. عندما تم تغييره أتوا بالأستاذ عبد الله عثمان، حاول أن ينظف لكن لم يستمعوا إليه فقدم استقالته مشكورا. هناك في تعز مماحكات حزبية حتى على مستوى النظافة. وضحت الصورة أحمد. مماحكات حزبية. وضحت الصورة أحمد، شكرا لك. نحن نتمنى فقط المحافظة. لم يعد لدينا للأسف وقت أحمد، يجب أن أنتقل إلى المحور الثاني من الحلقة. شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة. أحمد القاضي مواطن يمني مقيم في مصر، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، عن هذا الموضوع نستعرض لكم بعض التصريحات. عمال النظافة طبعا في مدينة تعز يشكلون دورا أساسي ودور كبير جدا، فاليوم هم مهمشين من صرف مستحقاتهم، وهذا يعتبر تعسف كبير في حقهم. اليوم تعز تعاني من الأمرضة والأوبئة، وذلك بسبب القمامة المتكدسة في الشوارع وبسبب الإضراب الذي يقوم به عمال النظافة، وذلك لأن مستحقاتهم لم تصرف بعد. فمن الضروري أن تصرف مستحقاتهم وأن يأخذوا كامل حقوقهم من الدولة، ويجب أن تراعي بأنهم ركيزة أساسية في تعز لعدم انتشار الأمراض والأوبئة، وبنفس الوقت يمثلون منظر حضاري في انتشار القمامة المكدسة في الشوارع. فانتشار القمامة اليوم يعكس صورة سيئة عن تعز بأنها مهملة وبأنها مليئة بالأمراض، فمن الضروري أن تصرف مستحقاتهم وأن يحظوا بكامل الاهتمام لأنهم شيئا أساسي.
بالنسبة لأهمية النظافة في محافظة تعز هي لها دور كبير من ناحية نظافة المدينة وتحسين المدينة، وهذا يمثل الوجه الحضاري لمدينة تعز كون هذه المدينة ما زالت تحت الحصار، ودور النظافة هم يعملوا هذول أصحاب النظافة بشكل كبير وجيد، لكن عندهم معاناة أيضا، مستحقاتهم لم تصرف، وعندما تتعطل يعني رواتبهم فهم يشعروا باليأس، يعني لأنه عندما تصرف رواتب العمال هذول هم يبدو استعداد وأيضا يقوموا بالعمل بشكل كبير، يعني بجهد كبير. النظافة تلعب دور كبير في مدينة تعز، فهناك إهمال كبير في المدينة، فالعمال لا يستلمون مرتباتهم ومهملين من قبل طولة، فهذم العمال هم الذين يعملون بجد ويقومون بالعمل المتكرر دائما، فالمفروض يستلموا مستحقاتهم، فهم مهملين من قبل الدولة. فالنظافة هي شيء كبير في المدينة، فانتشار الأوبئة والأمراض بسبب النظافة. إذن مشاهدينا، بهذه التصريحات نختم المحور الأول المتعلق بعمال النظافة، والآن ننتقل إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، والذي سنناقش فيه مشكلة الاتصالات والإنترنت في اليمن. نستقبل أول الاتصالات هذا المحور، ومعنا وكيل وزارة الاتصالات السيد محمد المحيميد الذي يحدثنا من السعودية. مرحبا بك سيد محمد، مساء الخير. مساء النور أختي الكريمة، وفي البداية أحب أوضح أني لست وكيلا لوزارة الاتصالات، أنا مهندس اتصالات، لكن أنا مستعد من الإجابة على أسئلتكم. تفضل. نعم، إذن السيد محمد المحميد هو مهندس اتصالات، شكرا للتوضيح. سيد محمد، ما سبب تدني مستوى خدمة الإنترنت في اليمن؟ في الحقيقة أختي الكريمة، قطاع الاتصالات يعاني معاناة شديدة جدا منذ تقريبا 2011 وحتى اليوم، بسبب عدم وجود أي تحديث لشبكات الاتصالات. العالم وصل إلى الجيل الخامس، واليمن حتى اليوم يعني لم يدخل تقريبا الجيل الثالث. أيضا ما تمارسه ميليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات وعلى شركات الاتصالات، سواء الحكوميه او الخاصه، من جبايات وضرائب وابتزاز لهذه الشركات، سبب مشاكل كبيره جدا. كما نعلم ايضا ان قطاع الاتصالات بكله ما زال تحت سيطره عصابه الحوثي في صنعاء. ورغم ان لدينا وزاره اتصالات تابعه للشرعيه، الا انها لا تملك شيء في قطاع الاتصالات، فكل ايرادات قطاع الاتصالات سواء في المناطق المحررة أو المناطق تحت سيطرة الحوثيين يتم توريدها إلى العاصمة صنعاء. وبالنسبة للمشاكل، سيد محمد، بالحديث عن أن وزارة الجهة ما زالت في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، كان هنالك قبل فترة حديث من قبل الحكومة الشرعية أنه أو من قبل وزارة الاتصالات أنه سيتم نقل شركة يمن نت من صنعاء إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. هل لديك أي فكرة لماذا لم يتم ذلك حتى الآن؟ بالضبط، مجلس النواب عندما انعقد في سيئون كان من توصياته الهامة أن أوصى الحكومة الشرعية ووزارة الاتصالات بالعمل على نقل مؤسسات الاتصالات وقطاع الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة. نتج عن ذلك قرار وحيد لوزير الاتصالات بنقل إدارة يمن نت، شركة يمن نت المزود الرئيسي والوحيد لخدمة الإنترنت في اليمن، إلى العاصمة المؤقتة عدن. لكن هذا النقل كان على الورق فقط ولم يتم أي شيء على أرض الواقع. مؤخرا قامت يمن نت، وكما قلنا هي المزود الحصري والوحيد لخدمة الإنترنت في كامل اليمن، برفع نسبة المبيعات للمشتركين بنسبة 120%، وهذا كلف المشتركين مبالغ باهظة، ونسمع عن يعني شكاوى المشتركين من سوء الخدمة وارتفاع الأسعار. وزارة الاتصالات التابعة للشرعية لا تقوم بواجبها، هذه هي
هناك حلول كثيرة طرحت، وأنا من قدم أكثر من مقترح لجهات الشرعية لحل موضوع الاتصالات وموضوع الإنترنت، لكن عدم تنفيذ أي مشروع يخص الاتصالات والإنترنت يضع على نفس إتهام كبيرة على الحكومة الشرعية وعلى وزارة الاتصالات أن تجيب على هذا الاتهام وعلى هذه العلامة بشكل واضح وجريء. لماذا لم يتم تنفيذ أي مشروع في الإنترنت أو الاتصالات يخدم المواطنين سواء في المناطق المحررة أو المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين؟ نعم مهندس محمد، بالحديث عن المشاريع الجديدة، كان قبل فترة أعلنت وزارة الاتصالات عن عدن نت، وكان يتم الحديث عن خدمة عالية لعدن نت، واستبشر المواطنين بها، وفجأة اختفت، يتحدث المواطنين عن تدني أو تردي الخدمة وغياب المودمات. أين ذهبت عدن نت وماذا حصل بهذا المشروع؟ فعلا بالضبط، عدن نت عندما أعلن عن هذا المشروع وعلى أساس أنه مشروع بحجم الوطن وأن تكلفته تبلغ تقريبا 90 مليون دولار لكن وعلى اساس ايضا ان هناك بوابه انترنت في عدن ستكون بديله او ستكون يعني نقطه توزيع انترنت بديله للنقطه المركزيه في صنعاء لكن التي تحت سيطره يمن نت، لكن الحقيقه ان يمن نت عباره الان اصبحت بدل ان تكون مشروع على مستوى اليمن عباره عن بطاله او دكان لا يتجاوز عدد المشتركين فيه 3000 مشترك في حارتين او ثلاث من حواري عدن، والان حتى هؤلاء 3000 مشترك يشتكون من سوء خدمه عدن نت، ولا ندري ما هو السبب. انا معلوماتي ان السبب يعود الى سوء الاداره الفنيه والماليه والاداريه لهذا المشروع. كثير من المهندسين في المؤسسه العامه للاتصالات سواء في عدن او في تعز او في المناطق التي تقع تحت سيطره الحوثيين يشتكون ان الوزاره لا تتعاون معهم ولا تريدهم ان يعملوا معها سواء في عدن نت او في بقيه قطاع القطاع. سوء الاداره وهي سبب كل مشاكل البلاد، اتضحت الصوره. شكرا جزيلا لك مهندس محمد المحيميد، مهندس في وزاره الاتصالات، شكرا جزيلا انك كنت معي في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، اتصال اخر من معنا يا شباب؟ معنا أشرف عبادي من إب. أشرف عبادي من إب، مرحبا بك أشرف. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ أعمال، مساء الخير جميع المشاهدين. اليوم نناقش مشكلة الإنترنت في اليمن، مشكلة أزلية وقديمة، المشكلة تتجدد كل يوم وتتراكم كل يوم مع زيادة عدد المشتركين وتردي الخدمة، تردي الخدمة بسبب عدم توفر التقنيات الحديثة. الآن اليمن لا زالت تستخدم الأسلاك النحاسية بين العالم كله يتجه الى تبديل الساحات النحاسيه بتقنيه الالياف الضوئيه وما يسمى بتقنيه الفايبر اوبتيك لزياده كميه سرعه البيانات وزياده عدد المشتركين في اللحظه الواحده بالنسبه لتقنيه الانترنت. عدم فتح شركات لفتح مجال للتنافس الحقيقي في الوطن جعل الخدمه رديئه جدا بسبب انه عدم منح التراخيص. الان معظم الشركات في الشرق الاوسط ما فيها السعوديه وغيرها دشنت الجيل الخامس، لكن احنا الان لازمنا في الجيل الثاني في بعض الشركات كشركه 3050. اما شركه واي فاي خارج السرب اصبحت شركه من الاتصال فقط، لا تزود خدمه الانترنت ابدا. واما شركه يمن موبايل تزود خدمه التليجي بس بكميه قليله لمناطق محدوده وعدد المشتركين عالي جدا، مما ادى الى رداءة الخدمه وارتفاع سعرها اصبح عالي جدا. نعم اشرف، وكونك مهندس في وزاره الاتصالات وحديثك عن ضعف الخدمه التي تقدمها الشركات المنافسه كسبفون وام تي ام، برايك لماذا لا تدخل المنافسه هذه الشركتين وتقوي خدمتها في هذا الجانب في جانب الانترنت؟ ما المانع؟ المانع يمكن يكون عده اسباب، المانع الرئيسي هو هل يمن نت او وزاره الاتصالات نفسها
ستمنح التراخيص الكافية لتجديد هذه الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية بالنسبة للشركات كعنتين وتدافون، أم أنها ما زالت مصرة على عدم منح التراخيص لها ومع ضرائب عالية جدا بالنسبة لهذه الشركتين؟ وهل الشركة قادرة على تنفيذ الجيل الثالث والدخول بمياه حقيقية من أجل استحواذ السوق؟ الآن في مناطق الجمهورية اليمنية، في مناطق في محافظة إبن عندنا أتحدث الآن، نعيش في هذه المنطقة، علشان انت تتصل بس اتصال واحد لازم تحاول اكثر من 10 مرات عشان انت تسمع الخط. يعني كثره عدد المستخدمين مع نفس التقنيه القديمه، يعني اذا كان انت معك بيس ستيشن واحد تعيد مثلا ل 500 متصل في الدقيقه الواحده. الان معك اكثر من 1000 متصل في الدقيقه الواحده، يضطر مثلا 5% الباقيين يعملوا انتظار الا ما يخلصوا الاول. هذا يسمى ضعف في الخدمه. نعم، اذا أشرف عباد مهندس اتصالات كنت معي من إب، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام معنا اتصال آخر من إب أيضا، معنا عزام النجار. مرحبا بك عزام، مساء الخير. أهلا وسهلا، أهلا بك. للتصحيح من عدن مش من إب. من عدن، شكرا للتصحيح عزام. أنت كمواطن عزام كيف تتضرر من سوء خدمة الإنترنت في اليمن؟ والله في الحقيقة وللأسف الشديد العالم يتقدم للأمام ويختصر الوقت والجهد للكائن البشري، ونحن في اليمن ما زالت شركة الاتصالات اليمنية في الحضيض للأسف. يعني ما أحب أستخدم هذا اللفظ، ولكن للأسف شركة يمنت في الحضيض. نحن في القرن 21 والناس والعالم وصلت للجيل الخامس والالياف الضوئيه، واحنا في شركتنا شركه يمنت ما زالت في عهد الخروج الالياف الحجريه والاسلاك فالامر مؤسف جدا. يعني كخدمه انترنت لنا لعوائلنا لاعمالنا خدمه سيئه جدا مقارنه يعني اسوه بالساكنين في الدول الاخرى. نعم عزام، بما أنك في عدن، كان قبل فترة تم الإعلان عن شركة عدن نت، ما الذي حدث؟ هل ما زالت متواجدة في عدن؟ هل ما زالت خدماتها مطروحة للمواطنين؟ شركة عدن نت قدمت خدمة ممتازة للمواطنين في عدن، لكن للأسف اللوبي الموجود في يمن نت والمتشكل في كل المؤسسات الحكومية تشكل أيضا في عدن نت. ارتفاع اسعار المودمات واخفائها عن المواطنين وبيعها في السوق السوداء، والامطار الاخيره التي هطلت تضررت عدد من الابراج دون وجود صيانه، اسباب كثيره ادت الى توقف او عطل في عدن نت، فلم تكن بالصوره التي بدات بها. كذلك الاسعار الخياليه للمودمات في السوق السوداء، ليس هناك جهه تبيع للناس والمواطنين يعني خدمه مميزه باسعار رسميه بإمكان أي مواطن أن يشتريها ويستخدمها. نعم، إذن عزام النجار كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نستقبل اتصال آخر من الولايات المتحدة، معنا عرفات الصايدي. مرحبا بك عرفات، مساء الخير. يا مساء النور عليكم عرفات. بما أنك عايش في الولايات المتحدة، إذن حدثنا عن الفرق بين خدمة الإنترنت في الدولة التي تعيش فيها وبين اليمن، ولماذا خدمة الإنترنت في اليمن ما زالت بهذا المستوى المتدني جدا برأيك؟ أعتقد أن لا توجد أي مقارنة تذكر حول الإنترنت هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. هنا الإنترنت أصبح يعني بسرعة جيدة جدا، ولكن في اليمن سبب التردي في الانترنت اولا هو الحرب في اليمن والدائره منذ سنوات. ايضا هناك احتكار الشركات الخاصه والشركه الدوله يمن نت التي تقوم باحتكار الشركه وعدم اتاحه الشركات الاخرى للمنافسه، حيث ان هنا سبب رخص الانترنت وسرعه الانترنت هو سببها السوق التنافسيه. والمستفيد من هذه السوق التنافسية هو المواطن طبعا. صحيح. الذي يستفيد منها استفادة كبيرة. صحيح. لا توجد يعني الفوارق كبيرة كما
بين الشرق والغرب فارق كبير جدا بين الولايات المتحده الامريكيه واليمن، يعني لا توجد اي وجهه مقارنه تذكر. عرفت، انت كمغترب كيف تؤثر خدمه الانترنت في اليمن عن تواصلك مع اهلك داخل البلاد؟ والله اختي الكريمه هناك مشاكل وصعاب جمه يعني في وطننا الغالي وسببها الحرب، ولكن المشاكل وصلت بعض الاحيان ان لا تستطيع التواصل مع اهلك لايام وسببها انقطاع الاتصالات عامه وانقطاع النت في اليمن وخاصه في هذه الايام، حيث توجد مناطق في اليمن لا يوجد فيها خدمه الاتصالات فيما بالك في الانترنت. نوجد صعوبه كبيره جدا في التواصل مع اهلنا والاطمئنان عليهم وخاصه من لا يزالون يعيشون في الارياف. صحيح. خاصه هذه الايام يفضل اليمنيين ان يغادروا من المدن وخاصه المدن التي توجد فيها حرب ولا زال الصراع موجود فيها الى التنقل الى الارياف حيث يكون الامان فيها، فيسحب على تفقد احوالهم والاطمئنان عليهم، حتى الاموال التي ترسل الى هناك لا تستطيع الوصول اليهم. هناك صحيح. يعني صعاب جسيمه وهناك يعني مشاكل عظيمه وخاصه في مجال الاتصالات ومجال الانترنت، يعني احنا نجد صعوبه في التواصل عبر الاتصال فما بالك بالانترنت، الانترنت شبه معدوم في مناطق كثيره داخل اليمن، وان وجد ضئيل واستغلال يعني استغلال كبير في خدمه الانترنت. صحيح. عرفت، كلنا نعاني من هذه المشكلة، على الأقل لا نستطيع العودة إلى بلدنا، على الأقل نطمئن على أهلنا في اليمن. عرفت الصيدي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة. إذا مشاهدينا نذهب لاستعراض بعض التصريحات التي وصلتنا بخصوص هذا الموضوع عبر الواتساب. في ظل الأوضاع الراهنة يعني اليمن يشهد سوء في النت، مع هذا السوء الحاصل الآن يزيد رفع الأسعار على الخطوط الذهبية. طبعا الخطوط الذهبية هذه يعني تسيء إلى المواطن، تؤثر على المواطن، يعني يشهد اليمن في الوضع الحالي سوء في النت يعني درجة سيئة، وفي ظل الإدارة الحالية يعني سوء كبير جدا. والله في الحقيقة الإنترنت باليمن تقدر تقول أسرع من السلحفاة، يعني ضروري ما تعمل جميع الحركات القتالية لما توصل تطلع الدرجة أربعة، وحتى لو وصلت للدرجة هذه لا يمكن أنك تستخدمها بالشكل الطبيعي، فهناك عرقلة كبير جدا من ناحية قوة النت في اليمن. النت حاليا في اليمن نعاني من صعوبة في التحميل والتنزيل، صعوبة في التصفح للانترنت، دخول المواقع، حتى اشياء العب بقيمة ما اقدر بسبب صعوبتها بثقل النت، حتى حاليا في الفترة الأخيرة شركة النت رفعت أسعار الكروت النت بشكل مضاعف، فحتى احنا نشتري كروت الكت اللي هو بمياه ارتفع. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المنصة، نشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول إليكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي، نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.